طب جامعة أسيوط فعاليات ورشة عمل حول الرعاية المركزة لأمراض الصدر، والتي نظمتها الكلية تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة، وفي حضور الدكتور حسن صلاح نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب، ونخبة من أساتذة أمراض الصدر بكليات الطب من مختلف الجامعات المصرية، بجانب أساتذة متخصصين من جامعة الأزهر ومن مستشفيات الصدر بوزارة الصحة والتأمين الصحي. الورشة تناولت خلال أيام انعقادها التدريب على الطرق الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الصدر، بالإضافة إلى المحاضرات النظرية. ورشة العمل التي نظمتها كلية الطب بالجامعات المصرية لها مردودا إيجابيا لدورها الفاعل في الربط بين الجانب الأكاديمي من خلال المحاضرات النظرية والجانب العملي، وتدريب الأطباء على علاج الحالات الحرجة من أجل التعامل الأمثل مع الحالات المرضية. فبعد انعقاد دام يومين، اختتمت بكلية الطب جامعة أسيوط ورشة عمل دارت فعالياتها حول الرعاية المركزة لأمراض الصدر، والتي شارك فيها ما يقرب من 150 من أطباء أمراض الصدر، حيث تضمنت الورشة 15 جلسة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي. الورشة العمل دي هي النموذج لحل وتطوير المشكلة الصحية، إنه الجامعة تدرب الكوادر اللي هي تحسن من خدمة في المستشفيات وزارة الصحة. ويعني يمكن بهذا الصدد ده جاي في إطار الحقيقة مجهودات معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور عادل عدوي. احنا امبارح كنا في اجتماع معاه ومع ايضا الأستاذ الدكتور وائل الديجوي وزير التعليم العالي، ووقعوا بروتوكول ان الكليات الطب تقوم بالتدريب وتحسين الخدمات الصحية معينة في وزارة الصحة، بحيث ان الكلية تتعهد بانها تتبنى مجموعة من الخدمات والاماكن تدريبا وتحسين للخدمة. تم خلال الورشة التدريب على التعامل مع حالات فشل وظائف الجهاز التنفسي الناتجة عن الاصابة بالامراض المزمنة مثل الرئوية والربو الشعبي، وكذلك حالات ضيق التنفس والتي تسببها ميكروبات بكتيرية او فيروسية. كما تطرقت الورشة إلى انقطاع التنفس أثناء النوم وارتباطه بالسمنة المفرطة. ورش العمل بيبقى لها هدفين، هدف تعليمي نظري، محاضرات نظرية بيسمحها الحضور بيستفيد منها، أهم منها اللي هو الجزء العملي اللي هي بيختلف بيه ورشة العمل عن المؤتمرات اللي هي بتتعمل، يمكن أكثر من المؤتمرات بتتعمل في سواء في قسم الصدر والأقسام الأخرى على مستوى الجامعات المختلفة، ولكن ورش العمل بتبقى قليلة أقل من المؤتمرات، والاستفادة العلمية والاستفادة منها التطبيقية للمرضى أكثر بكثير من المؤتمرات، لأنه جزء في جزء تاني تنقسم إلى شقين، الشق الأول زي ما تحدث تعليمي، الشق التاني بيبقى فيه الممارسة العملية على الأجهزة أو اللي هي تخص النوع الورشة العمل. التدريب على آليات التنفس الصناعي حظى بنصيب وافر في ورشة الرعاية المركزة لأمراض الصدر، كما تم التدريب على الأنظمة الحديثة لآلية التنفس وضبط معدلاتها، وذلك للحد من أمراض الجهاز التنفسي. ورشة عمل الرعاية المركزة هي تعامل مع الحالات الحرجة المصابة بفشل الجهاز التنفسي، ومعنى فشل الجهاز التنفسي ان الرئتين مش قادرة على أكسدة الدم، وبالتالي بيحصل متاعب كثيرة للمريض ويحتاج لحجزه في مكان خاص ذو رعاية خاصة، هي الرعاية المركزة. التعامل مع الحالات الحرجة يتطلب طبيب ذو خبرة خاصة وطبيب له القدرة على التعامل مع المريض اللي بيتنفس طبيعي ومع المريض اللي هيتحط بعدين بعد ما يتعب شوية على جهاز التنفس الصناعي. والتنفس الصناعي عندنا نوعين، التنفس الصناعي باستخدام الماسك فقط اللي هو اسمه لا اختراقي، والتنفس الصناعي بتركيب الأنبوبة الحنجرية اللي هو بنسميه اختراقي. في جميع الأحوال التعامل مع هذه الأجهزة لابد أن يكون دقيق جدا وحساس جدا. تدريب الأطباء على التطبيقات العملية المتقدمة في تشخيص وعلاج أمراض الصدر جاء في أولويات ورشة العمل، بما يسهم في تقديم أفضل خدمة صحية
للمواطن المصري. لأن الرعاية المركزة لأمراض الصدر ده كان أوانها الأيام دي بعد ما بدأت تظهر بعض الأمراض الخطيرة زي H1N1 وكورونا اللي بدأنا كلنا نخاف من الخطر بتاعه. فكان المفروض الصراحة أن الكليات الطب جامعة أسيوط تنظم هذه ورشة العمل عشان نعيد الاتصال بوزارة الصحة وتدريب أطباء وزارة الصحة تدريب جيد للتعامل مع هذه الحالات الحرجة اللي هيقابلوها أو اللي احنا قابلناها في الفترة السابقة. فإحنا مشاركة الناس كلها معانا من إنا ومن سوهاج ومن أسوان ومن المنيا ومن كليات ومن صدر من وزارة الصحة في جامعة في محافظة أسيوط كلهم مشاركين معانا كأطباء وزارة الصحة لتدريب وتأهيل الدكاترة في وزارة الصحة للتعامل مع هذه الحالات الحرجة اللي بدأت تظهر عندنا في السطح في الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية واللي احنا بنتمنى ان هي تعدي على مصر على خير ان شاء الله. كلية الطب جامعة أسيوط دائما في مواكبة كل ما هو جديد من خلال نشاطها العملي والعلمي الذي من شأنه رفع كفاءة الأطباء بما يضمن علاج المواطن بأحدث الطرق، خاصة ونحن نعيش في عصر تنتشر فيه الأمراض بصورة كبيرة.